لك بها يمين احمر هذا من تحكي اول طبعا السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمها المنطقة بالضبط؟ هاي منطقة قراج الشمال. رجعت الحياة طبيعية مثل ما شاء الله؟ اي نعم طبيعية والاسواق يعني زينة وال يعني الحركة التجارية كل زينة. شلون الاخبار عليكم هسه؟ لا لا زين كل زين خاصة يعني شغلة الموبايلات وهذه بتعرف اتصالات يعني العالم اهم شيء هسه الاتصالات. لان كنا تبيع تشتري. اي نعم اي الحركة التجارية كل زين اي نعم. شلون الوضع الامني؟ شلون شوف الاوضاع ما بعد؟ كلش كلش زين. كل زين وممتاز درجة أولى. والله الخدمة شلون عندكم هسه؟ والله بعد يعوز يعني الخدمات أهم شيء الخدمات. إيش محتاج؟ يعني الشوارع، التنظيف، الماء، الكهرب، هذا أهم شيء. أنت وين ساكن؟ هم بنفس المنطقة؟ إي نعم لي جوا شوي. جاكم ماي كهرباء؟ والله جاء مرتين ثلاثة وبتعرف بعد أعمال صيانة يكملوها وترجع إن شاء الله. والله ما نطالب قلت لك بس أهم شيء الخدمات لل يعني الكهرباء الماي هذا أهم شيء. شو أشوف دور قناة الموصلية معها؟ شيء درجة أولى. دائما موجودة مع يعني مع كل مع القوات الأمنية مع المواطنين كلش زين. السلام عليكم. السلام. الله مشكور. الله عليك. أنا بكرة بس أحكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمها هاي المنطقة؟ قراج شمال. رجعت الحياة طبيعية؟ طبيعية جدا. شلون نشوف الحياة ما بعد داعش؟ والله نعمة من الله. نعمة الحمد لله والشكر. أحسن من الله. الحمد لله والشكر. شلون الوضع الأمني؟ درجة أولى. وضع الخدمي شلونه؟ وضع الخدمي إلى حد الآن بعد الماي الكهرباء بعد عراوح لي بعد. هل اكو اقبال من المواطنين عليكم؟ والله اقبال ضعيف ما دام رواتب ماكو اقبال الى حد الان بعد ضعيف يعني ماكو ناس تبيع تشتري؟ والله بيع وشراء ضعيف ماكو راتب اذا ماكو اذا راتب ماكو انت اذا ما تستلم راتب وتحتاج لغرض تاجلها خلوك منهم. ايش طالبون انتم؟ ايش محتاجين بهالمناطق؟ هي بس الرواتب والماي والكهرب كل شيء ما اريد كل شيء ما اريد بس الماي والكهرب والرواتب مع العالم. شلون نشوف دور قناة الموصلية معاهل الموصل؟ والله يعني لو ما الموصلية كان معاناة المواطنين ما بس الموصلية هي اللي تطلع معاناة المواطنين وتصل للمسؤولين والمسؤولين راح ينفذون من وراء الإعلام. الحمد لله والله احنا بخير وبركة ما شاء الله. فضل القوات الأمنية وفضل الجيش كل شيء بخير إن شاء الله. ان شاء الله اقبال موجوده اكو اقبال المواطنين يعني بيع شراء والله حاله اعتياديه يا اكو ليش ما اكو اكو بس قليله يعني مثل ما يعني مثل ما تفضل الحجي قال هي سالفه الرواتب شغله الرواتب اذا اكو رواتب اذا اكو شو اسمه طبعا الحياه تمشي بس شو محتاجين شو طالبين والله شو طالب احنا نطالب اهم شيء احنا بالنسبه لنا احنا حي الجزائر حي الجزائر لحدنا ما جانا مويه المويه لحد الان ما جانا يعني بين جهه وجهه جهه موجود بمويه جهه ما موجود مويه اكو افرع بيها مويه اكو افرع اكو بيها افرع بيها مويه اكو بيها ماكو مويه فنطالب يعني طالب المسؤولين طالبوا بالبلديه نطالب مدير بلديه بان يسرع بالمي يعني هسه عندنا بير احنا دا نحفر بالبير يعني بير دا نطلع مي وهذا المي ماي غسل ما ينغسل
يعني غير صالح للشرب، غير صالح للصرف وريحه بي يعني، يعني بشيله شو مسوي للغسيل، بغسل وهذا هاي قضية يعني. ويوسخ ماينه. اي والله. هاي سوي. شلون شوف دور قناة الموصلية وياها؟ والله قناة الموصلية، لما قناة الموصلية يعني، ويتوصل كلامنا للمسؤولين، لا لا حالتنا حالة يعني. بس والله قناة الموصلية يعني ما قدامكم ولا أبد يعني، ما أخذ دورها الفعال يعني، ما أخذ دورها الفعال بالمجتمع. شلون تشوفون الحياة ما بعد داعش؟ والله هي دائما عجلة الحياة لازم تستمر، سواء كان داعش غير داعش. المصلي متعود انه يعيد ترتيب اوراقه بسرعة، وهذا ما يحصل يعني. تلاحظ هسه دورة الحياة ماشية يعني، ما قد طبيعية 100%، لكن الحمد لله مش دورة الحياة، لكن كثير من الامور اللي لازم يتوقف عند المسؤول السياسي، حتى هذا ابن البلد، حتى يثق بانه اللي الجيش حرره، نعم أعطانه حقه، نعم الجيش، لكن إلى متى نظل نعتمد فقط على الجيش؟ وين هو دور السياسي؟ وين هو دور المسؤول؟ ما وجدنا مسؤول، مسؤول فقط صورني حتى أطلع أمام الناس لجمع لي أقوام انتخابية، ما حدا راح ينتخب هاي المجموعة بعد. المصلي صحة، المصلي أعطى دم، المصلي أعطى فكره، المصلي أعطى تخلف 3 سنوات بعيد عن المدارس، الآن كتب بالمدارس ما موجودة. تسمعون هناك دوام، لكن ماكو كتب، نشتري الكتب منين؟ من الأسواق السوداء، زين هاي الكتب من عيسى الرب. هالمدينة تنزف دم وانتم ما تقفون معاها، هالمدينة تعطي الشهداء وانتم ما، الأيمن اللي تأخر تحريره انتم تدقون على المسؤول أو على العسكري، والله ماتوا بالأيمن، ماتوا من الجوع، زين مو 3 سنوات ميتين من الجوع، وين كانت ألسنتكم؟ وين كنتم انتم لما عفتمنا احنا؟ وين؟ إعلامي بالمدينة ما كان يطيق يرفع راسه، هسه أنا إعلامي أطلع. هاي قناة الموصلية اللي احنا كنا بيها وبدينا بيها، لو ما هي توعينا الا بعض القنوات تاجرت فينا، اشترت وباعت بكيفها. تريدون تعيدون البسمة للحياة، ابعدوا الواسطات. هسه هذا هاي منطقة قسم لنا بيها ماي وما بيها كهرب، الشارع المقهى بلا لا بينه كهرب وماي، يعني لان هناك بيها بعض الناس اللي يعملون بالدوائر الخدمية، ما يجوز. خلي المواطن يشعر بالثقة انه اكو ناس تدور ورانه. وانا بختام كلامي اقول الموصلية يعني، تعرف انت استاذ غازي بالذات خاطوه، قل له استاذ غازي اديت رسالتك وبارك الله بيك، وعراقية المنبع موصلية الاصل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون تشوف الحياة ما بعد داعش؟ رجعت الحياة طبيعية ان شاء الله؟ والله حياة طبيعية عادية ما بش. شلون الوضع الأمني؟ زين. الوضع الخدمي شلون؟ والله الوضع الخدمي يعني تعبان، يعني كهرب، ماي، بلدية، شوارع مكسرة، ما شلون تشوف سوق ماجرات شمال؟ هاي اكو محلات؟ لا والله. اكو اقبال، اكو بيع وشراء؟ اي طبعا اكو، بس ضعيف يعني، العالم بعد رواتب قليله، ماكو رواتب. اي ليش محتاجين انتم؟ شو الطلب؟ والله اهم شيء المي والكهرباء، اهم شيء الرواتب. حتى الرواتب هاي الشوارع كلها مكسره، حتى الحياه تمشي. شلون شوف دور قناة الموصلية ويا هاري؟ والله حيل زين يعني، حيل زين الموصلية يعني، حيل زين تنقل المعاناة مال الموصل يعني، متابعين احنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المنطقة شو اسمها اللي احنا بيها هسه؟ هلا هلا. كراج الشمال. شلون نشوف الوضع الأمني؟ والله وضع أمني جدا إن شاء الله. حياة ما بعد داعش شلون؟ والله إن شاء الله زين، بس نطالب الحكومة أهم شيء الأبرياء. يعني هاي مال اشتباه الأسماء، هاي الشغلات يعني أهم بها ظلم. يعني مثل يعني هاي نقول إن شاء الله نقولها علاج. الداعش على طول هذا ما له علاقة، بس البريء لا يعني إن شاء الله، ونطالب الحكومة بتثبيت العقود. هاي صار مدعسة 12 سنة، لا شد رئيس الوزراء والبرلمان
شو وضع القدم؟ مش محتاجين تشوف والله يا ابو شوارع مكسره ميه ماكو منطقه هاي هلا لا شي ما لابيها مي؟ لا والله ما ادري والله ما مقرات الشباب انا اشتغل تاكسي والله انا اصلا من الايمن وين ساكن بالايسر هسه؟ والله بالقادسية جاكم ماي كهرباء؟ والله ما جا مي لا مي ولا كهرباء بعد ما جاي شلون وضع هنا بالقادسية؟ والله زين الحمد لله وضع الامني جيد الحمد لله بس انا الخدمات تعبانة شلون شفت دور والله احسن قناة بالعراق كله والله العراقية مو مال الحكومة العراقية تابعة ما ما وين ما شفناهم ولا شفنا اعضاء البرلمان كذابين حراميين ثرم مع احتراماتنا للزيانين الجيوب والله ثرم حرامي والله كذابين بس وقت الانتخابات فرع لسانه كذب كذب كل شيء مال على راسي السلام عليكم شلون نشوف الوضع الامني الحمد لله حياه ما بعد داعش شلون نشوفه جيده جدا ان شاء الله الله يديم نعمه الامان علينا وعليكم بس شغله وحده هي الخدمات شلون الخدمات وضع الخدمات خدمات صفر نطلب من المسؤولين خاصة مسؤولين المحافظة يعني أن يهتمون بوضع الساحل الأيسر أكثر مو بس إعلام وكلام يعني قبل يومين جو البلدية يلمون يجمعون من كل محل 5000 مال تنظيف هي وين النظافة بعد ما بدينا يا أخي ما بدينا يعني هاي تقصد عدد رواتبهم يجمعون من المحلات من المحلات كل محل 5000 يدفع مال التنظيف هي وين النظافة خلي يجوا ينظفون انا من اعطيت شيء مني اعطيني شيء اعطيك مقابل شيء يعني تقصد ان هم ما منطين جو ياخذون العسل نفس وضع الدواعش الدواعش كانوا ياخذون ما ينطون والجماعه من يريدون ياخذون ما ينطون اتصلنا بهم اتصل بالمسؤول يقول لي هذا كل ما حد تاخذ منه 5000 بالتنظيف قبل المسؤول مال قسم البلدي مال قطاع جزائر جاي ابو خميس سجل اسمه وقال ينطوا احنا امتنعنا حقيقه امتنعنا لأن أساساً العمارة مهدومة ومفلسة ما بي حتى محلات مفتوحة يعني إحنا صرفنا من عندنا هالعمارة ورتبنا محلاتنا في سبيل نفتح على الزحام يعني أساساً إيش محتاجين؟ شو تطالبون؟ إحنا نطالب خدمات فقط الماء الكهرباء كافي كافي يا أخي هذا الجانب الأيسر صار له 4 شهور متحرك شلون شوف دور قناة الموصلية ويا هالموصل؟ ما شاء الله بارك الله بكم خدمتكم يعني متفوقة وجهودكم مشكورة دائما إن شاء الله الله يديمكم ويديم كل إنسان طيب وشريف وقلبه على البلد وينصر كل الناس الطيبة الله يبارك فيكم السلام عليكم عليكم السلام شو اسمها هاي المنطقة الأخيرية؟ هاي منطقة قراج الشمال رجعت الحياة طبيعية؟ الحمد لله حياة طبيعية المحلات فتحة مثل ما نشوف شلون نشوف الحياة ما بعد ما شاء الله الحمد لله جهود الطيبين من القوات الأمنية وبعد التحرير الحمد لله حياة مستقرة طبيعية 100% الوضع الأمني الوضع الأمني ما شاء الله فول الحمد لله شو وضع الخدم شلون نشوفه؟ والله وضع الخدم يعني البلدية هنا عندنا بالمناطق يعني بالجزائر وضع البلدية بس يجي على الشارع البلدية باقي الأفرع لهذا مسافة شيء في نفس المكان ما تشتغل ذاك الشارع زين يعني المي لحد الآن ما وصلنا بالجزائر بالجزائر مي نهاية أنا اليوم وصلنا بالجزائر اللي فوق ما وصل يعني هسه ما صار له ساعة زمان جاء وانقطع هاي كل فترة يجينا على ساعة نص ساعة وينقطع قراج شمال تقصد يجي؟ ايه القاطع قراج شمال كله يجي ساعة نص ساعة اكثر ساعتين ذاك اليوم جاء للمغرب بس مي ريحة ما طيبة خذ مرة مال المجاري شو طالبون انت؟ طالب بالمي والكهرباء جزاكم الله خير يعني اكو اقبال المواطنين بيع وشراء قراج شمال موجود؟ موجود موجود الحمد لله يعني حركة زينة قليلة يعني تعرف رواتب ماكو فلوس ما عاد ما قد نصرفها فالحركة شوية يعني تقصد إذا سلموا رواتب طبعا اعتيادي يصير حركة أقوى طبعا يصير حركة أقوى شلون شوف دور قناة الموصلية ويا هذه الموصل؟ والله ما شاء الله جهود جبارة يعني بارك الله بهم قناة الموصلية يعني سباقة دائما وكل شيء واحنا دائما كلنا نتابع بس قناة الموصلية يعني كل اخبار الموسم هذا كله هي من زمان من ايام داعش الناس اللي دشات بالغبويه تابع قناه الموصليه نعرف الاخبار بوك داعش قابلين الدشات وتابع الموصليه زين والله ما كان مراقبه ما اعرف ايش بس احنا حتى تعرفون قصدك القوات وين وصلت؟ اه بالضبط بدنا نعرف التحرير من وين صار قواتنا وين وصلت البطله وين عم تصل وين تقدم متفائلين بها سيارة
عليكم. عليكم السلام. شو اسمها المنطقة؟ دراج الشمال. رجعت الحياة طبيعية؟ كلش طبيعية. أنا مو من هنا، أنا مو موصلة جديدة من الأيمن. شو صار لك هنا؟ صار لي 3 أيام. جيت. شلون أشوف الحياة هنا؟ والله وين تختلف كلش كلش، يعني وين شلون رايح؟ شلون أنت بالموصل رايح لأربيل؟ هالشكل أنا حسيت الطبيعة. شلون أشوف الأسعار هنا؟ الأسعار بيت النص عن الأيمن والله. بس اريد تفتح بالايمن الطرق حتى تنزل الاسعار. الاسعار هوايه غاليه هنا بالايمن. محتاج انت هناك بس الماي، ماي ما عندنا، والطرق مسدسده. الا كهرباء اكو، مولدات كلها اشتغلت. اشتغلت المولدات؟ كلها اشتغلت. ايش نبدا؟ الامبير ب10. ارخص. 6 ساعات. لانه وقود ما منطين. وقود ما منطين بس يشترون تجاري. يشترون تجاري ويشغلون العالم. حتى كيف انه ترجع الحياه؟ على مود الحياة ترجع، العالم ترجع ذاك الجانب، ذاك الجانب كله يعني أزيد جال للأيسر، بس هسه ترجع شوية شوية. شلون شوف دور قناة الموصلية معها الموصل؟ قناة الموصلية كلش زينة، سباقة، قبل، البوك كل شيء بوقته. ساعة بساعتها، ما شاء الله. حبيبي حبيبي الله يحفظك. حبيبي عبد الله. السلام عليكم. السلام. شلون شوف الوضع هنا؟ والله زين. الحمد لله. أكو إقبال المواطنين؟ أكو إقبال المواطنين بيع شراء؟ إيه. بيش الأسعار؟ الخيار بيش؟ باذنجان. والله كيلوين 1000 ربع، والخيار كيلوين 1000 ربع. صار زين. البطاطا بيش؟ البطاطا 100 كيلوين 1000 ربع. بس إحنا توناش محتاجين، شو طالبون؟ والله أحتاج ماي، كهرب بعد ناجي، مي بعد ناجي. مي ماكو يمكن قال شمال؟ ما توجي، البارحة كان يسوون بيها هنا بالدورة. ايه بدور. اكو فرع بي واكو فرع ما بي. ايه فرع بي وفرع ما بي. طوب بعد ما. هذا شو المعاقب. الحمد لله زين، بس نسأل من رئيس الوزراء الله يحفظه خلي راعي الموظفين لأن حالتهم تعبانة جدا، وأنا من ضمنهم في وزارة التربية، يعني صارنا 25 شهر بدون راتب، فليتقي الله بينا. كيف صار لك من يعني سويت مباشرة؟ كيف صار لك؟ من شهر 12 لحد ما مستلم راتب؟ ما مستلم راتب وحالنا حال يبثى له، وسقوا قل الرئيس الوزراء إذا هو يسمع صوتي عامل الناس كما تحب أن تعامل به لو هو مكان نائب وزير. أنت وين ساكن بيامن؟ ساكن بالموصل. شلون خدمات يكون فيها؟ مليح خدمات كل شيء، بس الفلوس هو رأس المال، ما تقدر تتحرك هو عصب الحياة. Thank you.
شلون نشوف الوضع الامني؟ ما شاء الله فول، رجعت الحياه طبيعيه؟ الحياه طبيعيه، ونشكر القوات الامنيه على تحرير مدينه الموصل. انت وين ساكن بالضبط؟ جوجل. الخدمات شلون هي؟ حيل جانا المويه البارده الحمد لله. ايش محتاجين؟ شو تطالبون؟ والله كل شيء ما نطالب، الحكومه ما شاء الله ما قصرت معنا. اي والله الحمد لله. شلون نشوف الاخبار المواطنين؟ الحمد لله. اكو بيع عشره؟ الحمد لله، اكو بيع عشره الحمد لله. شلون نشوف حياتنا بعد داعش؟ طيبه ما ابي شيء. يعني كحياه رجعت طبيعيه. ماكو يعني امام فول موجود ماكو شيء. الناس تستغرب على المواطنات؟ شلون نشوف الاقبال مال المواطنين؟ بيع عشرة؟ ما ابي شيء، كلش طيبه، بس السوق ماكو وقت، لان رواتب ماكو مال الاساتذه كلهم. لأنه من طبق الرواتب كان صار حركة أكثر، صار شغل بالموصل. يعني ايش طالبون؟ ايش محتاجين؟ ايش محتاجين؟ رواتب ذات انطلق ودراسة ترجع كلتها، ما طالب هالشيء. شو اشوف دور قناة الموصلية مع هاي؟ والله كلش يعني اشكر الموصلية حيل حيل، يعني كلش حلوة، يعني من البداية تحرير إلى حد الآن حيل حيل. والله الحياة طبيعية والشغل مستمر والحياة عادية. يعني رجعت الحياة الطبيعية؟ رجعت الحياة الطبيعية، الكهرباء والماء جاء عادي، ماكو يعني اشكال. تبي وين منطقة ساكن؟ انا بالدوميس. المي جاكم؟ المي جانا والكهرباء جانا. ايش محتاجين انتم؟ شو تطالبون انتم؟ والله نطالب هسه احنا نشتغل بالبيع المباشر. البيع المباشر جانا يقول لازم الاحد تعزلون. زين احنا نعزل على باب الله، صاحبين عوائل، وين نروح؟ احنا ما صدقنا رجعت الحياه ورجعت الامور. يعني قصدك الشرطه قالوا لكم تعزلون؟ جانا شرطه، ما اعرف استخبارات، ما اعرف، جانا جهه قالوا لازم تعزلون. شنو السبب؟ السبب لازم تجيبون كتب رسميه. زين احنا كتب رسميه منين نروح؟ لا عندنا تصريح امني، لا عندنا شيء، منين نجيب تصريح امني هسه؟ والشغله تعذرون اللي راجع معامله ما يطلع بشهر وشهرين. نطالب مدير الشرطه، مدير المرور يرفون بحالنا ويديرون بالهم على هالعوائل. هذه عايشه عوائل كثير عايشه على الشغله هذه. بيع مباشر، بيع مباشر، المعارض. شلون شوف بيع وشراء؟ اكو ما سيارات يعني؟ والله اكو بس قليله، يعني مو مثل البدايه، ما هسه قليله متوقف البيع وشراء. العالم ما عنده فلوس وينتظر الجانب الايمن الله يفرج عنهم وتصير الحياة الطبيعية. السلام عليكم. السلام. شلون نشوف الحياة ما بعد داعش؟ والله الحمد لله الوضعية هسه أحسن، والوضعية والشغل كل زين. شغلكم موجود إقبال المواطنين؟ الحمد لله الشغل فل الحمد لله. شلون قد أسعاركم؟ شلون الأسعار؟ والله أسعارنا الحمد لله بسيطة ومتسامحين، الوضعية شوية تعبان لأن العالم أكثرية بعد ما أرسل من رواتب، فأسعارنا بسيطة. شو الطالبين هسه؟ ايش محتاجين؟ والله أهم شيء الخدمات، المية اللي هسه هنا ما عاد ما وصل قراش شمال، اللي هسه ما وصلنا مية ولا كهرباء وطني، وشوارع أكثرية بعد بيها تكسرات كثير يعني. وخدمات البلديه ما موجودين يعني. ليش اشوف دور قناه الموصليه مع اهالي الموصل؟ والله الموصليه قناه فعاله يعني جدا، اكثر عوائل الموصل تابعوها يوميا، والقناه رائعه يعني كل العالم تتابعها. يعني انت فوق داعش تتابع الموصليه؟ والله كنا نتابعها صراحه يعني نغبي الدش ونتابع. شو السبب تتابعون؟ لان قناه بيها مصداقيه وتنقل الخبر والواقع لحظه بلحظه، والاخبار يعني لحظه بلحظه يعني تطلع مباشره. وبارك الله بكم وقدموا تضحيات كثيره. شو نسوي؟ ما انجاز قناه الموصليه، قناه سباقه للخير والحدث يعني لحظه بلحظه. الله يجزيك حبيبي.
بعد روحي. السلام عليكم. الله عندك حياتي حاجة. بعد روحي تمر أمر حياتي قلبي معلاقي تراوي الورد كله أنت والله. جيد جدا رحمة الله على والديك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس طالب سلامتكم ما كهرباء رواتب مال الرعاية هاي عوائل ضعيفة رواتب مال العسكريين بعد روحي. ولا اريد خيمة عن العراق الجنة مال الله اروح لميت بدوة بعد روحي. شلون اشوف دور قناة الموصلية حتى. الله سباقة بعد روحي سباقة هاي قناة الموصلية اروح لميت بدوة الها. والله الحمد لله والشكر حياة طبيعية يعني. والله الأوضاع حيل زينة بفضل من الله بجهود القوات الأمنية. وين ساكن بأي منطقة؟ أنا ما أريد أذكر المنطقة حاليا. أذكر الشمال هاي شو محتاج وش طالبوا؟ والله نطالب الموصل كلها نطالب يعني الخدمات يعني الماء الكهرب يعني أريد من أصحاب القرار يعني يحذون حذي المحافظ يعني المحافظ ولا يهونون القادة الأمنية. أريد يعني دائما يزورون مناطق هذا احنا ما رايدين منهم شيء بس الخدمات والماء الكهرباء. شلون شفت دور قناة الموصلية مع هاي الموصلية؟ والله قناة الموصلية سباقة وكفت ووفت وتواكبنا لحظة بلحظة ودائما انت ايه كنا نتابعه والله لحظة بلحظة وكفيت ووفيت والله يبارك بيكم والله يبارك كل انسان خدم المدينة ورايته بيضة. والله الحياة زينة بس أشغال واقفة يعني أشغال واقفة ويعني أريد ياسر أريد نقدم نتوظفهم ماكو تعييناتهم واقفة يعني أريد نحن هاي كلها تنفتح يعني يعني للشباب حاليا كلتني يعني هسه بطالين. شو محتاج شو نطالب؟ والله نطالب بس أي العمل ما طال شيء من الحكومة. الخدمات هي حاليا المية جاي يعني بهاي المنطقة قرى شمال إيه يعني كل الزين. شلون؟ مبلا ايه والله ما حسب مرات هي بس اكثريتها ساعتين. الحركه شلون نشوفها؟ والله الحركه كل الزينه كل الزينه بس هي نطالب بس يعني بالعمل الوظائف يعني. شلون نشوف دور قناة الموصلية مع هاي؟ والله كل الزينه ايه والله هي السباقة هو الشيء. انت وقت داعش وقت داعش تتابعهم من اصلا حتى داعش من عند الشات ونطلع الصحن بالبوية المهم نشوف الموصلية. انت تعرفون قوات المواصلة؟ ايه شلون؟ السلام عليكم. هلا حبيبي. على كيفكم بالاسعار يا معود؟ اسعار؟ السلام عليكم. على حبيبي. والله الحمد لله حياة حلوة طبيعية. حلوة حيل أحلى من قبل إن شاء الله كل الزين. وضع الخدمي شلون؟ والله زين الحمد لله يوم ورا يوم تحسن إن شاء الله. يعني أنتوا شلون نقبل المواطنين عليكم؟ والله هي بس فيها عندنا الطماطة غالية. ليش غالية الطماطة؟ طماطة بألف ونص عم بيعها فيها بالجملة غالية. عجب غالية ماكو استيراد كله. هاي البانيا هاي كلهم استيراد هاي ليش كيلو؟ مو محلية محلية بعد تطلع الساعة هاي بخمسة عم بيعها. كيلو؟ خمسة. الخيار بيش كيلو الأسواق؟ الخيار بخمسمية. بصل بخمسمية. يجون الناس يشترون؟ يشترون. يعني اكو اقبال عليهم؟ اكو الحمد لله اكو اكو موجودة ان شاء الله. قليل لا لا الحمد لله زين مسواق رخيص. شو محتاجين شو طالبون؟ والله شو نطالب؟ نطالب بلدية هاي الشوارع تنظيف الشوارع العام تاخذ رواتبها شوية السوق يتحرك على الكل ان شاء الله. ماي كهرباء وصلكم؟ الوطني موجود بس ماي ماكو بعد بين منطقة ومنطقة اكو ماي. Thank you.
رجعت الحياة طبيعية؟ ما بعد الحمد لله، الحمد لله ماكو، إن شاء الله خلصنا من الإنذال. وضع الأمن شلون شوفه؟ فول ما شاء الله. الخدمات شلون شوفه؟ الخدمات كل زين، بكل الصفات كل زين، الحمد لله اللي خلصنا من هالقواويد. ايش محتاجين؟ شو طالبون؟ ها؟ ايش محتاجين؟ والله أريد بس الستر والأمان. ماي كهرباء وفلتر؟ كل شيء موجود الحمد لله، قام يتوفر لنا. دراج شنو ساكن أنت لو فهمت؟ لا لا خارج. يعني خارج من اكو اي مي اكو كهرباء اكو الحمد لله. الحمد لله الله يديمها ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا يا مرحبا تفضلوا. الله يعطيك العافيه. والله الحمد لله فضل ونعمه بسيطة الله وسيطة القوات الامنيه فضل ونعمه رب العالمين. فضل ونعمه الحمد لله. والله يعني خدمات شوية تكملون يعني الأوساخ الماي شوية الكهرباء هاي خدمات يعني طلبات الحياة الأمان الحمد لله عالم رايحة جاية وأنا ناسح من الساحل الأيمن ناسح من الساحل الأيمن على الساحل الأيسر الحمد لله رب العالمين. وين ساكن الست بالأيسر؟ أنا ساكن ببيت خذ زوجتي هنا بالجزائر. ماي كهرباء وصلهم؟ والله ماي ما عندهم ماي وكهرباء ما كنا نشتري ماي من برا. شو طالبون شو محتاجين؟ والله نطالب الخدمات هاي الدولة يعني نطلب للدولة أن تساعد الناس هاي الناس الأيسر والأيمن يعني أبو الأيمن صار ثقل على أبو الأيسر ومطلبات الحياة ماكو يعني فالجاء عليك حقه عليه فمعاناة أهل البيت ومعاناة اللي جوا عليهم يعني شلون شوف الأقبال هنا راحت فلا هنا فضل نعمة يعني الحمد لله رب نعم نعم بيع وشراء وحياة طبيعية وسوق ونزل على السوق يا هلا والموصلية بالمناسبة الموصلية يعني قناتنا الأولى موصلية كنا احنا بالأيمن دائما نتابع الموصلية تطبي الخبر وبوقته يعني ولنا ثقة بيها الموصلية ولتقولوا ما يصير اثنين والله الحمد لله الأمان متوفر والحمد لله الشغل خدمات بس ينقصن خدمات المي والكهرباء مي كهرباء ما وصلكم ما وصلنا لا لحد الآن نقصنا هاي منطقة العطشانة لا كهرباء ولا مي ما وصلنا شلون شوف حركة المواطنين كل زين الحمد لله أحسن من قبل الحمد لله أكو حركة أكو شغل وجود القوات الأمنية وبركة الطيبين الأسعار يعني مناسبة خوش يعني زين الفقير يقدر يأكل نفر كباب يعني بأربعة يا مرحبا لك بالموصلية Get him from the